تقارير إعلامية روسية تحدثت عن مشاركة لبنانيين وسوريين من أصول أرمينية في القتال. عرب من أصول الأرمينية شاركوا في المعارك على جانب الجيش الأرمني، جيش ناغورني كاراباخ، هكذا معلومات تقول. وفقاً لمجموعة حقوق الأقليات الدولية، يقدر عدد الأرمن في لبنان بحوالي 156,000، يمثلون 4% من السكان. أكيد نحن مع دعم الأرمن معنوياً ومادياً وسياسياً، أكيد نحن متعاطف معهم وهيدي مؤامرة. بحسب مطرانية الأرمن للروم الأرثوذكس، غادر ما يقارب 20,000 منهم لبنان نهائياً إلى أرمينيا بعد كارثة انفجار المرفأ في آب أغسطس 2020. في ناس كتير ذهبت، يعني هاجرت نهائياً إلى أرمينيا، ولكن كل هؤلاء كانوا يحملون الجنسية الأرمينية، ولكن لم تكن هناك رحلات منظمة من أي دولة وخاصة من لبنان إلى كاراباخ، لأنه بالنهاية يعني هناك جيش أرميني وهناك جيش قوات الدفاع في كاراباخ، لم يكونوا بحاجة إلى من يساندهم كأشخاص، ولكن كان في دعم معنوي. نعم، كل العالم، كل الأرمن في العالم قدموا الدعم المعنوي، قدموا الدعم المادي، ومنهم لبنان. أرض الأجداد تنادي، شعار رفعه الأرمن في الأحياء التي يسكنونها في بيروت، وأيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في لبنان عرفت أسماء كثيرة لمواطنين من أصول أرمينية حاربوا وقتلوا في معارك كاراباخ. من بينهم كيفورك حاجيان، مغني الأوبرا ومدرس الموسيقى المولود في بلدة عنجر اللبنانية. شاركوا أرمن لبنانيين وأرمن سوريين وأيضاً أرمن من كندا وخلينا نقول الولايات المتحدة. نعم شاركوا، ولكن هؤلاء يحملون الجنسية الأرمينية ويعيشون بيعيشوا بأرمينيا صلون عدة سنوات. ما راح حدا جديد، حتى لو كان راح أفراد فينا نعدهم مثل ما بيقول على أصابع اليد.